اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي وما قبل طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري في الجوله السادسه من دوري الابطال الافريقي في دوري المجموعات. ازيك يا دكتور احمد؟ ازي حضرتك يا كابتن اسلام؟ شرف منور. ان شاء الله ليله سعيده كده على كل يا رب ان شاء الله نحتفل بعد المباراه او مش نحتفل نبقى مبسوطين على الاقل لان احتفالنا احنا ما بنحتفلش غير في النهائي ان شاء الله او في نهائي البطوله ان شاء الله. ان شاء الله لو لنا نصيب. مجهز لنا ايه النهارده يا دكتور؟ انا شايفك عامل حاجات تخص اولا نبدا بمحمد الامين. حمية هو واحد من افضل اللاعبين في طبعاً. نادي شبيبه الثوره الجزائري. الاول طبعا يعني ممكن نعرض بس التشكيل يعني التشكيل المتوقع للفرقه اللي هم طبعا مدربهم المدرب الجديد اللي هو كريم الزاوي عكس نبيل نجيز مسكهم بقاله يعني حوالي 3 مباريات اتعادلوا مع فيتا كلوب في الكونغو وبعد كده كسبوا مباراتين على ملعبهم. والتعادل ده بالمناسبه هو اللي دخلهم في بصماته واضحه قوي يعني هو عمل شويه حاجات كده في التشكيله هنتكلم فيها دلوقتي. اول حاجه عبد الرؤوف نتاش اللي هو حارس المرمى ده ما كانش موجود. اللي كان موجود قبل كده خالد بوقاسم هو جه اختار الراجل ده عنده 36 سنه كابتن الفريق بيعتمد عليه عشان الراجل ده خبره. عنده قلبين دفاع نصر الدين خوالد ده كان باك يمين حطه هو وظفه كمساك. برضه المساك الثاني ابراهيم بكاكشي ده كان ظهير ايسر وظفه كقلب دفاع. عنده الاثنين الظاهرين محمد وليد ومحمد الامين اثنين ارتكاز ما بيغيرهمش دول الاساسي عنده اللي هو عادل بوشيبا ورقم 25 وميسيلا مرياح رقم 18 بيلعب قدامهم كصانع العاب. والنهارده غالبا هيبقى ارتكاز ثالث اللي هو ابراهيم فرحي رقم 27 ناحيه اليمين بيبقى زيري حمار وده من اخطر اللاعبين. والناحيه الثانيه برضه محمد الامين حامل اللي حضرتك اتكلمت عنه وقدام يحيى شريف ده راس الحربه رقم 8. غالبا النهارده الطريقه دي هتبقى هي هم بيلعبوا دايما 4-2-3-1 لكن غالبا النهارده هتتحول ل 4-3-3 بسقوط اللاعب ابراهيم فرحي كارتكاز ثالث جنب عادل بوشيبا وجنب ميسيلا مرياح. طبعا بصمات يعني كريم الزاوي واضحه جدا بدليل التغير في النتائج. الراجل لسه محقق يعني جاي من فوزين متتاليين رغم ان النادي ده تاريخ تاسيسه 2008 يعني نادي حديث بيشارك في دوري ابطال افريقيا يمكن هم كانوا الوصيف لاول مره. طيب معلش يا دكتور هنكمل كلامنا لكن خلينا نقول تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف وسعد سمير اثنين استوبرين، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، ثم اثنين في وسط الملعب السوليه وكريم ندفد، ورباعي هجومي ناحيه اليمين رمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور اجاييه، وفي الامام مروان محسن. تشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم مره ثانيه. محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف سعد سمير اثنين استوبرين، محمد هاني وعلي معلول على الطرفين، عمرو السولية وندفيد، ناصر ماهر وجونيور أجاييه ومروان محسن ورمضان صبحي، وفي الأمام مروان محسن. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. أعتقد أن كده هيبقى عندنا دكة أتقل من التشكيل يعني بسم الله ما شاء الله دكة قوية جدا جدا في النادي الأهلي. وخلي بال حضراتكم في أوقات كتيرة جدا الدكة دي بتبقى مهمة أو مش بتبقى هي مهمة دائما جدا 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 وبتنزل تغير المباراة واللعيبة اللي موجودة على الدكة هي اللي بتبقى ليها التأثير الأكبر. قولوا لي طيب علي لطفي وحسين الشحات وياسر إبراهيم ووليد أزارو وفتحي وحسام عاشور وصلاح محسن ده دي دكة النادي الأهلي برضو يا دكتور. علي لطفي وحسين الشحات وياسر ابراهيم ووليد ازار واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم انت عندك 18 لاعب لو اي حد لعب في ال 18 ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. محمد الشناوي يعتبر مفاجاه التشكيل يعني عشان الاصابه وكده النهارده بيبدا اساسي. برضه ندفت جنب السوليه الراجل مثبت الاثنين الارتكاز قدام مروان محسن كان ممكن يكون وليد ازار وبعض الناس تقول كده لك هو الراجل يعني واضح ان هو عنده ثقه في بعض اللعيبه النهارده حطهم خلاص يعني في المباراه المصريه ديت وعنده ثقه فيهم. لكن يعني محمد الشناوي هل جاهز 100%؟ اكيد طالما يعني بيلعب طالما جاهز يبقى جاهز فدي بس الحاجه اللي تقلق شويه يعني. لا لا هو انا يعني احنا عارفين من امبارح ان هو هيلعب بنسبه 80-90% ولكن بما انه النهارده موجود في التشكيل الاساسي يبقى من امبارح للنهارده ال 10% اللي احنا بنتكلم فيها دي اصبحت منتهيه. لما نتكلم على نقاط القوه هنا هنقول ان الشناوي يعني لو طبعا لو في حالته هيبقى يعني حاجه مميزه قوي ان هو يبدا المباراه. تمام. اول حاجه الفرقه دي يمكن لو عملنا كده مخطط ايه نقاط قوه شبيبه الثوره على المستوى الجماعي. يمكن احنا الحلقه اللي فاتت في فيتا كلوب اتكلمنا على فرد زي توسيلا كيسندا زي جان مارك ماكوسو. الفرقه دي قوتها على مستوى الجماعي. ايه المستوى الجماعي؟
الفرقه ديت بتمتلك سلاح مهم جدا 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 وهو التسديد من مسافات بعيده، بيشوطوا من اي حته. عاملين كام تسديده؟ خد بالك برضو ده بيفرق كتير. لو شفت التمرين قول لنا عاملين كام تسديده. 35 تسديده من بره منطقه الجزاء، من بره المنطقه. فين بقى؟ من بره المنطقه. في ملعبهم ولا بره ملعبهم؟ في الاثنين. لا في بس الاكثر على ملعبهم. طب هوري حضرتك الصور. ال 35 دول هتلاقيهم منهم 30 على ملعبهم. والعرضيات اكتر كمان على ملعبهم. على ملعبهم طبعا. بس هم دايما مميزين يعني بره ملعبهم حتى تلاقيه. لا مش قصدي، انا بقول لك ان هم مميزين طبعا وفريق محترم جدا، ويكفي ان هم الكل بيتكلم عن شباب الثوره كانها مفاجاه هذه البطوله، وهي بالفعل مفاجاه هذه البطوله. بص حضرتك في الارقام هتلاقي ان هم يعني هم طبعا لعبوا 5 مباريات، فازوا 2 خسروا 1 اتعادلوا 2. النادي الاهلي لعب 5 فاز 2 خسر 2 اتعادل 1. الرقم المهم قوي في الكلام ده كله ان التسديدات على المرمى هم عاملين 66 محاوله. أيوة. منهم كام؟ 35 محاولة من بره منطقة الجزاء، يعني أكتر من 50% من محاولات الفرقة دي تسديدات من بره المنطقة. إذن النهاردة لازم نعمل بلوك بشكل كويس جدا في وسط الملعب، سواء عمرو السولية أو كريم نيدفيد. أنا كنت أفضل أحمد فتحي بخبراته يبدأ جنب عمرو السولية للأمانة، ولكن الراجل خلاص بدأ مقرر الاعتماد على عمرو السولية وكريم نيدفيد. لازم النهاردة الاثنين يكونوا بيعملوا بلوك، بيمنعوا التسديدات دي بشكل كويس جدا. وهو الراجل بادئ برضو محمد الشناوي، عنده ثقة كبيرة جدا، حارس منتخب مصر الأول، عنده ثقة كبيرة فيه، عايز يمنع حتة التسديدات دي. برضو من الأرقام المميزة عندهم إن هم أكتر فريق في البطولة عاملين عرضيات. نعم. 116 كرة عرضية. فدي يعني لو عملنا كده مخطط على المستوى الجماعي، ايه نقاط قوه الفرقه دي؟ 1 اول حاجه التسديدات من بره المنطقه، دي حاجه سلاح عندهم مهم جدا، وقلنا ان اكتر من 50% بالظبط يعني 35 تسديده من اصل 66 محاوله، يعني حوالي 53% من محاولاتهم تسديدات من بره المنطقه. دي اول حاجه. النقطه الثانيه ان ده اكتر فريق في البطوله كلها عامل كرات عرضيه. عامل كام عرضيه؟ 67 عام 116 في 5 مباريات. بمعدل 23 عرضيه في الماتش الواحد، يعني بيعملوا 23 عرضيه في الماتش الواحد، ده رقم كبير جدا. اكتر فريق في البطوله بيعمل عرضيات. دي برضو النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان هم عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب لعب استحواذ تمرير اند اللي هو الاستحواذ، يعني النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله بيستحوذ على الكوره. نعم. بنسبه 56%. النادي الاهلي اكتر فريق عامل تمريرات، لكن الفريق ده بقى ايه؟ بيلعب اسلوب اللعب المباشر اللي هو بيحضر من تحت، بعمل تمرير طولي، بيحاول المهاجم بتاعه ان هو يستلم الكره اللي هو يحيى شريف. هنبص نلاقي التمريرات الطوليه بتاعتهم كام؟ 369 تمريره. يعني بيعملوا كام في الماتش الواحد؟ بيعملوا 74 تمريره طوليه. طوليه يعني بس عشان الناس تبقى من ورا لقدام اللي هو القدام. فاذا لو اتكلمنا نقاط قوه الفريق ده، لو عملنا مخطط كده على المستوى الجماعي وعلى عايز الناس تتخيل المستوى الجماعي والمستوى الفردي، المستوى الجماعي 3 نقط. قلنا رقم 1 التسديدات من بره، رقم 2 ان هم اكتر فريق مميز بالكرات العرضيه، وحضرتك اتكلمت ان هو على ملعبهم اكتر سواء كرات عرضيه او تمرير طولي. مظبوط. واسلوب التحضير بتاعهم مميزين قوي، لان خد بالك الملعب الترتان يتناسب بيساعدهم مع الكرات العرضيه زي ما كان الاسيوطي السنه اللي فاتت. مكان كابتن علي ماهر كان بيدربهم كانوا مميزين قوي بالحته دي. هم كانوا دايما في ملعب الاسيوطي مميزين بحته الكرات العرضيه. مظبوط. نفس الفكره بالظبط، لانه ملعب صغير. ملعب مظبوط. صغير طبعا. بعد كده ان هم قلنا تحضير الهجمه من تحت اللي هو بيعتمدوا على التمرير الطولي عكس النادي الاهلي بيعملوا الاستحواذ. ده يمكن على المستوى الجماعي. طب تعالى بقى ناكد كلامنا بالصور، يعني لو دخلنا بعد كده على الصور. أيوه. هوري لحضرتك صور للتسديدات ليهم من بره المنطقه. بص ادي الصوره الاولانيه، ده على ملعب ايه؟ ده على ملعبهم زي ما حضرتك قلت، التسديدات. أيوه. من بره اهو هتلاقي معظم الحاجات على ملعبهم. انا بقول لك الترتان بيفرق كتير حتى في التسديد. ده زيري حمار اللي هو عليه النقطه البيضه ده بيشوط منين؟ ده على فكره جون، جت هدف قدام فيتا كلوب. فلازم النهارده نكون في بلوك، دي نقطه مهمه جدا عندهم. نكمل. تمام. في صورتين كمان برضه بيبينوا التسديدات بعد كده يا سمير لو سمحت اهو. فضل. ده برضه على ملعبهم قدام مين؟ قدام سيمبا. نعم. نفس الحكايه، تسديدات من بره المنطقه من اي حته. هي المشكله ان هم بيشوطوا زي ما تيجي، يعني دقه المحاولات بتاعتهم واصله ل 32%، يعني نسبه مش عاليه. اهو بص حضرتك برضه محمد الامين حاميه. زي ما تيجي. فده خلاص. الخوف ان واحده فيهم بقى ايه ترشق تيجي يعني. فده ده القلق، ان انت لازم تعمل بلوك لان هو بيشوط وخلاص. فدي الفكره كلها. برضه لو بصينا بقى على الرسم البياني تاكيدا للكلام ان يعني هم نقاط قوتهم ايه على المستوى الجماعي، لو عملنا الرسم البياني هنلاقي ان فريق شباب الثوره مسجل لكابتن اسلام 10 اهداف في البطوله. مزبوط. منهم كام بقى؟ 5 ضربات جزاء، يعني نص الاهداف اللي جابوها ضربات جزاء. نعم. و3 تسديدات وكورتين عرضيتين. ده بيمثل الكلام اللي انت حضرتك اتكلمت فيه اللي هو ان هم بيشوطوا
تسديدات اللي هي من افضل الحاجات اللي عندهم ثم الكرات العرضيه ثم التمرير الطولي وضربات الجزاء مش هنسيبها كده، لازم نتكلم عليها ان هم خمس ضربات جزاء اكيد على ملعبهم برضه على ملعبهم. مين اللاعب اللي بيجيب ضربات الجزاء عندهم؟ محمد الامين حاميه اللي هو الجناح اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو الجناح الايسر. طب ايه اماكن التسديد دي بقى؟ حاجه زي قنوات البي ان كده لما بتعملها، ايه اماكن التسديد المفضله للاعب محمد الامين حاميه؟ هنلاقي ان هو شاط اربع تسديدات من خمسه لفرقته. الاربعه الاماكن المفضله لو عرضنا الصوره هنلاقي ان ثلاثه في وسط في منتصف المرمى. يعني النهارده لا قدر الله لو اتحسب علينا ضربه جزاء اكيد طبعا كابتن طارق سليمان محفظ محمد الشناوي. بص حضرتك على الصوره اهي. أيوة. هو سجل في فريق العاجي واتحاد طنجه وفيتا كلوب وسيمبا. هنلاقي الاماكن اللي شاط فيها في نص المرمى، واحده عاليه واحده على الارض خالص وواحده الشمال سنه صغيره. اذا الاماكن كلها فين؟ في منتصف المرمى، وواحده خالص على يسار الجون. اذا لما الجون يعني لما يكون الشناوي لا قدر الله اتحسب عليه ضربه جزاء ممكن اخر نفسي شويه مع محمد الامين حاميه، لان هو دايما بيفضل ايه؟ منتصف المرمى. واميل شويه ناحيه الشمال بحيث ان هو يعني لو جت في النص الحقها، لو جت ناحيه الشمال اطير معاها، يبقى انا كده حافظ اماكن تسديدات. يعني هو نسبه نجاحه 100% منهم ثلاثه في وسط ثلاثه في وسط المرمى، واخر واحده اللي هي كانت في الماتش اللي فات شاطه ناحيه الايه؟ يسار الجون، كانت ارضيه. فدي يمكن اماكن تسديدات محمد الامين حاميه، دي برضو من الحاجات عشان هم جابوا خمس ضربات جزاء فكان لازم نتكلم على نقطه ركلات الجزاء عندهم. نيجي بقى للمستوى الفردي، احنا كده عملنا مخطط المستوى الجماعي والمستوى الفردي. ايه المستوى الفردي؟ اخطر اللعيبه عندهم مين؟ اخطر ثلاثه يحيى شريف المهاجم طبعا. رقم 8 اللي كان مع حضرتك امبارح في البرنامج هنا. نعم. طبعا هو مسجل ثلاث اهداف في البطوله، لعيب خبره عنده 34 سنه، لعب مع حضرتك في سنه 2010 ومعانا الفيديو، اخذ ليه ذكرى سيئه مع النادي الاهلي ان هو اخذ كارت احمر في الماتش ده 2010 قدام شبيبه القبائل، كان حاول يمثل على الحكم. بص ادي الارقام بتاعته، طبعا هو لعب اربعه، جاي لعب اربعه بس هو لعب اكتر بالدقائق، مسجل ثلاث اهداف، صنع ثلاث فرص لزملائه، أجايه صنع أربعة. إيه الرقم المميز أو اللي يخوف شوية ليحيى شريف؟ إن هو عدد محاولاته كل 90 دقيقة، يعني كل في الماتش الواحد اللي بيلعبه بيروح على الجون أربع مرات. إذا لازم المساك يكون حريص معاه جدا، لأن نعم. الأربعة دول ممكن لا قدر الله دقة محاولاته واصلة لـ 31%، أجايه محاولاته كل 90 دقيقة واحد وربع، أقل طبعا. دقة محاولات أجايه أعلى 75%. أيوه. لعيب مهاري برضه مراوغاته الناجحة 8، ضيع فرصتين محققتين، حصل على 8 فاولات. فالارقام كلها بتاكد، عايز يعني اكد للناس ان يحيى شريف ايه ميزته؟ ميزته ان هو اكتر فريق اكتر لاعب في الفريق الجزائري بيروح على الجون، عامل 16 محاوله. دي رقم واحد. رقم اثنين مهاجم مميز بالهيدر بضربات الراس يحيى شريف. ثالث حاجه ان هو بيشتغل كمهاجم محطه وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس، واحنا شفناه حتى في مباراه الذهاب كان ليه اكتر من كره خطيره. يعني بضربه الراس مهاجم حتى مباراه الذهاب بينته بشكل كويس قوي. اللاعب الثاني معانا وهو زيري حمار، زيري حمار اللي هو الجناح اليمين اللي هو رقم 9. ده يعتبر يعني مميز قوي قوي بعرضياته، يعني عرضياته فعلا اوروبيه، عرضياته قويه. هو اكتر لاعب في الفرقه صانع فرص. ايوه. يعني الجناح اليمين اكتر لاعب في الفريق صانع فرص، عامل كام فرصه؟ عامل 11 فرصه، طبعا دي مقارنه ما بينه وما بين رمضان، زيري حمار عامل 11 فرصه، رمضان عامل فرصتين بس، محاولاته على الجون. تاني اكتر لاعب في الفرقه بعد يحيى شريف عامل محاولات، اذا ده يعتبر تاني اخطر لاعب في الجون بيوصل للمرمى في الفريق. نعم. ده مزبوط. عامل 12 محاوله ربعهم صح، بيعمل 3 محاولات كل 90 دقيقه، لكن يحيى شريف كان 4. فدي الاثنين دول خطيرين جدا، ولكن هو مهاري، يعني اكتر الاثنين الحريفه في الفرقه، رمضان صبحي عامل 10 مراوغات، وزيري حمار اكتر لاعب حريف هناك عامل 10 مراوغات ناجحه. طبعا الاثنين عاملين 8 اخطاء، وبالتالي زيري حمار هيلعب من ورا علي معلول، لعيب سريع، لعيب مميز قوي بعرضياته، مهاري دايماً. مهاري سريع ومهاري، وبيعمل عرضيات اوروبيه، اكتر لاعب في الفرقه دي بيعمل عرضيات. زيري حمار ومتخصص الضربات الثابته زي ما عندنا علي معلول، هم عندهم زيري حمار. زيري حمار مميز قوي بعرضياته، بيعمل العرضيه ليحيى شريف اللي مميز بضربات الراس، حذاري من زيري حمار ويحيى شريف. اللاعب الثالث اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو محمد الامين حاميه. ده مسجل. انا من وجهه نظري ان محمد الامين حاميه هو مفتاح لعب نادي شباب، هيلعب ناحية محمد هاني، بيلعب ناحية محمد هاني، وفي أكتر الوقت هو بيلعب طبعا ناحية الوينج، لكن في أكتر الوقت تلاقيه داخل بياخد الكرة وبيخش لجوه كتير كصانع ألعاب، كصانع ألعاب بيدخل. فبالتالي دي لو أنت بتلعب فرقة مش النادي الأهلي، فرقة خبرتها قليلة، سهل جدا أنت تضحك عليهم طبعا. خلي بالك إن هم كل جوانهم أو كل أهدافهم بالطريقة دي، إن هو بيخش لجوه واحد ويفضي المكان، فالباك رايت بيضطر يخش معاه لجوه،
فبيسيب المكان بتاعه ناحيه اليمين فاضي فبيتلعب له الناحيه الثانيه تتلعب له ثاني يحط كوره يجيب جون على طول. فمن من اهم اللعيبه من وجهه نظري في هو مفتاح اللعب لان هو كمان مش سريع، هو من اللعيبه اللي عامله زي مثلا عبد الله السعيد كده. أيوة اللي هو اللعيب اللي هو بيخش للعمق كده، فالراجل بيوظفه كجناح يخش جوه ما بين الخطوط يديك التمريره الطوليه او يسدد. محمد الامين حاميه هو هدفهم طبعا اتكلمنا على اماكن التسديد بتاعه ضربات الجزاء ان هو مميز قوي بضربات الاربع اهداف اللي جابهم في البطوله من ضربات جزاء. نعم. تاني حاجه ده تاني اكتر لاعب صانع فرص بعد زيري حمار، يعني زيري حمار كان عامل 10 ناحيه اليمين، الراجل ده عامل 7. اكتر لاعب بيحصل حضرتك اتكلمت ان هو مهاري، اكتر لاعب بياخد اخطاء يعني بيفوت في واحد على واحد وبالتالي حصل على 24 خطا، وادي المقارنه معانا ما بينه وما بين ناصر ماهر. ده صانع الالعاب محمد الامين حاميه بدليل ان انت عامل المقارنه بينه وبين ناصر ماهر رغم ده جناح وده بيلعب زي ده عشان الاثنين يستايل واحد، الاثنين كصناع العاب ستايل واحد. ده طبعا جايب 4 تجوان بس جونين في دور المجموعات بس وعامل اسيست، ناصر اسيست وجون في دور المجموعات. صانع 7 فرص محمد الامين حاميه، ايوه راح على الجون 9 محاولات، ناصر عامل 3 وعامل 4 محاولات على المرمى. المراوغات الناجحه لمحمد الامين حاميه 9 وناصر 3. طبعا يعني محمد الامين حاميه لعيب مهم جدا ولازم يتمسك بشكل كويس، محمد هاني يخلي باله منه جدا، وطبعا الجناح اللي امام محمد هاني دي يمكن ابرز 3 لعيبه. اللاعب الرابع برضو مسيلة مرياح اللي هو الارتكاز، هو عمرو السلية بتاع الفرقه الثانيه، يعني احنا عندنا عمرو السلية اللعيب اللي بيكمل وبيعمل الزياده، مسيلة مرياح هو كده. مسيلة مرياح ايه؟ ترمومتر الفرقه، اكتر لاعب في الفرقه دي بتعمل تاكلينج دايما. الفرقه دي زي ما اتكلمنا ان هي بتعتمد على ايه؟ على السكند بول، بيعملوا تمرير طولي وياخدوا السكند بول دايما يستحوذوا في وسط الملعب. السكند بول بتاعتهم من احسن الفرق في دوري الابطال، بياخد سكند بول من احسن الفرق كمان اللي عامله تاكلينج صحيح في الفرقه، فده ياكد ان السكند بول بتاعهم عالي جدا. هو لما مسيلة مرياح دوت صانع فرصتين، التاكلينج الصحيح بتاعه اعلى من السلية، عامل 10، السلية عامل 5 بس. نعم. لكن التدخلات الدفاعيه بتاعت السلية اعلى، عامل 15. طبعا كمان حاصل على 9 اخطاء، مستو قوي في نسبه الفوز بالالتحامات اعلى من السلية كمان، هو 67 السلية 60. لكن السلية ايه مستو بقى؟ السلية طبعا معدل التمريرات بتاعه اعلى، التمريرات معدل تهديفه اعلى 65، معدل تهديفه طبعا اعلى. الراجل مسيلة مرياح ده اكتر لاعب بيلمس الكره في الفرقه الثانيه اللي هي شباب قسطنطينه، لازم ان انت يعني عمرو السلية يخلي باله منه قوي. فيعني الارقام طبعا ارقام النادي الاهلي اعلى ليه، او التمريرات دايما بتبقى في النادي الاهلي اعلى ليه؟ عشان قيمه النادي الاهلي او طبعًا. اسلوب النادي الاهلي في استحواذه لان النادي الاهلي اكتر فرقه في دور المجموعات كله مستحوذ على الكره بنسبه 56%، وبالتالي كل لعيبته بتلمس الكره اكتر من عشان كده اللاعبين. لكن الفرقه الثانيه الشباب قسطنطينه بيعتمد، شباب الثوره بيعتمدوا على ايه؟ تمرير طولي ويكسبوا السكند بول. تمام. الافريقي الحقيقه برضو عايز اقول لحضراتكم نتائج المباريات يعني قبل نهايه الشوط الثاني في المباريات اللي شغاله الساعه 3. الافريقي الترجي خلص، طيب هقول لكم حالا الافريقي والاسماعيلي وهزيمه النادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. يعني ناس كثيره كاتبه على ان هي ضربه جزاء غير صحيحه، انا ما شفتهاش الحقيقه ولكن ده المكتوب. مازيمبي فايز على قسطنطين الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، والترجي خلصت المباراه او انتهت المباراه بفوز الترجي وصعوده للنقطه 14 في المجموعه بتاعته، ويفوز على بلاتينم بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه، وبالتالي طبعا الرجاء حسم موقفه من الصعود من الترجي، انا اسف، حسم موقفه من الصعود من المباراه السابقه، وبالتالي يصل لنقطه 14 كاكثر الفرق وصولا للنقاط في دوري الابطال. والاسماعيلي خلص اهو دلوقتي حالا، وهزيمه اخرى للنادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. كده 3 فرق ضموا خلاص اتاهلوا رسميا، الترجي وشباب ومازيمبي وشباب قسطنطينه، دول الثلاثه اللي صعدوا. بعد كده هيبقى في ماتش الساعه 6 ما بين حريه واورلاندو، ده اللي هيحدد الرابع معاهم بالظبط. بالنسبه بقى لنقاط الضعف، احنا اتكلمنا شرحنا نقاط القوه على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، نقاط الضعف ايه اللي نشتغل عليه في الفرقه دي؟ احنا قلنا طبعا نخلي بالنا من حته التسديدات ونعمل بلوكات. نقاط الضعف يعني لو عملنا رسم البياني ازاي يستقبلوا الاهداف تبين لك نقاط الضعف. الفرقه ديت عندها مشكله في التمرير الطولي في العمق، دخل فيهم 3 اهداف من تمرير طولي في العمق، لازم نشتغل النهارده. كنت افضل وليد ازارو بالسرعات حتى لو هينزل الشوط الثاني، يكون مفتاح مهم قوي سرعات وليد ازارو في العمق، او مروان محسن النهارده ان شاء الله، او ناصر ماهر اللي هيلعب كصانع العاب يديك تمرير طولي مهم جدا وهنبينها بالصور. هدفين برضو اختراق من الجبهه اليمنى ثم التسديد. معلش يا ابو حميد قبل بس ما تكمل، مازيمبي برضو انتهت المباراه بفوزه على شباب قسطنطينه الجزائري بهدفين مقابل لا شيء، وبكده زي ما الدكتور احمد قال لحضراتكم ان تاهل مازيمبي وشباب قسطنطينه الجزائري، وايضا تاهل الترجي
من دول الثلاث فرق اللي ضمنوا التأهل، والساعة 6 هنقول لحضراتكم. اتفضل يا دكتور. فدي تاني حاجة. تالت حاجة ان هم عندهم يعني الجبهة اليمين، الجبهة اليمين خطورتها ايه؟ ان احنا نسجل منها يعني رمضان صبحي مثلا ناحية اليمين تعدي وتشوط، لكن الجبهة الشمال من ناحية معلول يعني من ناحية الفرقة الثانية اللي هي جبهة محمد هاني نعمل منها عرضيات، دايما بيجي منها اهداف. لو عرضنا الصور هنلاقي الصور اول حاجة هنلاقي تمرير طولي في ظهر الدفاع، ادي اول صوره معانا اهي. بص يا كابتن اسلام اهي تمرير طولي، ده هدف دخل فيهم فين؟ في سيمبا. اي تمريره طوليه دايما هم بيلعبوا على الاوفسايد على مصيده التسلل، فسهل ان انت تضربهم بالتمرير الطولي. دي اول صوره. لو عملنا الصوره اللي بعدها برضو هنلاقي تمرير، ادي تمرير طولي في تاكلوب ده مع المدرب الجديد، هنلاقي ان نصر الدين خوالف ده تمركزه ضعيف قوي، يعني الاثنين المساكين عندهم كبار. خلي بالك المساك بقى يلعبوا في نص الملعب يعني في قلب الدفاع. لا كان بيلعب هو، كان اللي هو رقم هقول لك اسمه دلوقتي، كان بيلعب ستوبر اساسا بقى بيزقه في نص الملعب يلعب ابراهيم الفرحي. نعم اللي هو ابراهيم الفرحي. ابراهيم الفرحي برافو عليك. ده كان بيلعب اساسا ايه؟ كان بيلعب ستوبر. هو حوله كارتكاز ثالث، كارتكاز ثالث عشان يعمل كثافه عدديه في وسط الملعب. فهم عندهم حته التمرير الطولي دي لو نستغلها النهارده. بص كابتن اسامه على الصوره هتلاقي ان التمرير الطولي في ظهر الدفاع ده سهل قوي انه يوصلك للمرمى. واحد شمال واحد يمين. يعني واضح ان تمركزهم غلط. لا ده فيتا ملعب فيتا. فالنهارده حتى الهدف اللي فات برده كان بره ملعبه، فهم لما بيلعبوا في ملعب واسع. وده يعني دي برده الصوره الثانيه، الكره العرضيه لما قلت لحضرتك ناحيه اليمين محمد هاني لازم يكتر العرضيات ناحيه اليمين بالذات. اي كره عرضيه من ناحيه اليمين عندهم بتحس ان ولازم تبقى في متابعه. عندهم الباك اليمين سوء التغطيه عنده، فده سهل ان انت تعمل عرضيه من الجبهه اليمين دي توديك للمرمى على طول. لو نفتكر الصوره اللي بعد كده هدف الذهاب الهدف في المباراه اللي احنا اهدي محمد هاني اهو برده كان جو عرضيه من الجبهه اليمين. اذا عندهم مشكله في الجبهه اليمين ان احنا لازم نعمل منها عرضيات، دي مهمه قوي. والجبهه الشمال نحاول ان احنا نخترق ونسدد. دي تمام. اشهر ثلاث او اهم ثلاث نقط ضعف عندهم قلنا التمرير الطولي في ظهر خط الدفاع، ناحيه اليمين نحاول منها نعمل منها عرضيات، وناحيه الشمال نحاول نراوغ ونسدد. دي ان شاء الله هتكون مفتاح الفوز. وباذن الله لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل بلوك لحته التسديدات، مش عايزين اي كره طايشه. عشان كده نقفل التسديدات، الكرات العرضيه، التمريرات الطوليه. التمريرات الطوليه مش هتقدر تقفلها من قدام، لكن لازم يكون دور لعمرو السليه ولسعد سمير والايمن اشرف. عشان كده لصارتي النهارده بادئ بمين؟ بمحمد الشناوي. محمد الشناوي من احسن الحراس في مصر اللي بتمتاز بكل، طبعا لو جاهز، والكرات العرضيه دايما العرضيات كلها بتاعته. هو طالما بيلعب يبقى جاهز 100% طبعا. يعني ان شاء الله يعني. فالشناوي عنده الميزه دي، عنده ميزه الكرات العرضيه، ميزه التسديدات، التمرير الطولي، كل الحاجات دي بتاعته. فالراجل اللي صارتي بادئ بيه عشان كده ان شاء الله. دي حاجه مهمه جدا. في بعد كده برضو معانا مقارنه ما بين ايمن اشرف و سوري ما بين محمد هاني وما بين محمد وليد. تمام. الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا، يمكن ده بيبين برضو خطوره الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا. محمد هاني لعب 5 مباريات، محمد وليد لعب 4. محمد هاني عمل 413 دقيقه، من افضل اللاعبين في الاهلي في دوري ابطال افريقيا مع كريم نيدفيد وعلي معلول. عامل اسيست، صنع كام فرصه؟ 6 فرص. محمد هاني على فكره تاني اكتر لاعب في الاهلي صانع فرص، محمد هاني بعد علي معلول. علي معلول وصل ل9 فرص، محمد هاني 6. محمد وليد عامل فرصه واحده بس. معدل ارسال الكرات العرضيه هنلاقي ان هاني اعلى، رغم ان الفرقه دي قوتها في العرضيات. بس الا ان محمد هاني بيعمل كام عرضيه في الماتش الواحد؟ بيعمل 2.7. يعني معدله حوالي 3 عرضيات في الماتش الواحد. الراجل محمد وليد بيعمل 2.6. محمد وليد بقى يعني دايما مميز بايه؟ بحته التمرير الطولي، اللي هو الاسلوب اللي احنا اتكلمنا فيه، اللعب المباشر. دايما اسلوب اللعب المباشر انت بتعمل التمريره الطوليه اللي جوه، مشتت الكوره اعلى كمان من هاني 11. التاكلينج الصحيح بتاع محمد هاني 10، وعلى فكره محمد هاني من اعلى اللعيبه في دوري ابطال افريقيا في استخدام التاكلينج الصحيح اللي هو على الارض. التاكلينج بتاعه مميز قوي، عامل 10 تاكلينج صحيح بياخدها. من اعلى اللعيبه في دوري ابطال افريقيا. حصل على اخطاء محمد هاني 3، محمد وليد 5. يمكن دي مقارنه ما بين الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا، بتبين ايه؟ بتبين ان محمد هاني ان شاء الله النهارده لو نستغل حته عرضياته في الجبهه اليمين هتفرق معانا جامد جدا. هتبين ان محمد وليد مش من الناس اللي بتروح للخط كتير، ما بتعملش عرضيات كتير، لان الفرقه دي معدل عرضياتها كتير قوي. ولكن من الفرق من اللعيبه محمد وليد اللي هو الباك اليمين ده اللي بتعمل ايه؟ بتعمل تمرير طولي، بتعمل دايما لعب مباشر، لونج باص على طول. فدي يمكن مقارنه ما بين محمد وليد ومحمد هاني.
تمام. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على كل هذه المعلومات، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه وتبقى ان شاء الله فرحه ونقدر نتكلم عن اهم ما يميز اهم حاجه النهارده ان شاء الله يكون في ان شاء الله يعني بغض النظر على اسماء لازم نكون ان شاء الله النهارده 11 مقاتل باذن الله ان شاء الله النهارده نفرح ونحتفل باذن انا متاكد ومتخيل ان وجود الجمهور الحقيقه هيفرق كتير جدا 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 مع اللاعبين، زي ما انا قلت قبل كده وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام كل شويه، لكن هي دي الحقيقه ان ما حدش هيحس بالكلام ده غير اللعيبه اللي كانت بتلعب في الملعب والجمهور اللي كان بيبقى دايما قاعد في الاستاد. ان شاء الله النهارده انا متاكد ان شاء الله انها هتفرق كتير جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل او هنشوف تقرير عن اهم نتائج للاسارتي مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وبعد هذا التقرير زي ما قلت لحضراتكم هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، النجم الكبير كابتن تامر بدوي. هنتكلم بقى عن وجهه نظرهم في هذه المباراه وكيف يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه بعد هذا التقرير.